هاجر كانت بتشتغل في الأرض الزراعية مع أسرتها يعني، أيضا من المتفوقات، نموذج مبهر ومن أوائل الثانوية العامة. كان خبر سعيد جدا طبعا ان انا اكون من اوائل الثانويه العامه على مستوى الجمهوريه، وتلقيت الخبر بالبكاء وسجدت شكرا لله والحمد لله ربنا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. ثالثه ثانوي كنت اسمع عنها كلام كتير بان هي سنه صعبه جدا وسنه طويله وهي بتسبب كثير من التوتر والاحباطات لكثير من الطلاب، فلم اكن ابالي بهذا الكلام وتوكلت على الله وجعلت الله امام عيني وكتابه القران الكريم، وكنت ابدا قبل مذاكرتي بالقران الكريم، وهذا كان له فضل كبير في الوصول الى النجاح، وخاصة أنا من حفظة القرآن الكريم، وربنا يجعلنا يا رب من أهل القرآن يا رب يا رب. وختم القرآن في الصف الأول الإعدادي. طبعا هاجر يعني رفعت رؤوسنا كلنا والحمد لله ربنا أكرمها، وهاجر كانت مذاكرة ومكافحة والحمد لله بفضل القرآن وفضل ربنا ربنا كرمها، وبنحمد ربنا وبنشكر فضل. وهي طبعا يعني كانت عايزة تخش علمي بس عشان طبعا المادة وعشان الظروف خشت أدبي. بذلت مجهودها مع أبوها بإيدها وبدراعها، واللي عند الوقت ما شالتش تليفون، ما شالتش تليفون لا صغير ولا كبير، وربنا كرمها والحمد لله. هاجر كانت بتيجي معايا الغيط، بتألف معايا لمؤاخذة البهايم، كانت بتنجي معايا في الذرة، بتهزج معايا في الخضره اللي احنا بحبه الخضره بنزرعها. كنت بذاكر المواد بتاعتي على طول يعني بعد الدروس حتى لا تتراكم عليا المواد. لم يكن عندي اي وسائل سوشيال ميديا خالص، ولا فيسبوك ولا انترنت ولا اي حاجه، وخاصه واللي باين كده ان انا سمعت النتيجه من على الراديو. بقت تيجي معايا في الغيط وتروح في برضه يعني المذاكره بتاعتها، واجي بالليل الاقيها نايمه على الكتب، اقول لها قومي يا بابا نعدلي ولمي الكتب من تحت راسك. والحمد لله رب العالمين بمجهودها ربنا اكرمها ورفعت راس البلد ومركز ابو حماد، والحمد لله ربنا يوفقها رب العالمين. بتمنى لها كل السعاده واتمنى لها تبقى في احلى منصب. منيه حياتي ان يوفقنا الله اولا واخرا، وانا اكون سياسية مشهورة، إما وزيرة أم سفيرة أم معيدة في كلية اقتصاد وعلوم سياسية بإذن الله. والله يا جماعة حاجة مبهرة، شوفوا البيت بتواضعه المعيشي وحالة الرضا والقناعة عند الناس، والبنت بتعمل حاجتين، بتذاكر، شوفوا بتذاكر ازاي، شايفين ضعف الإضاءة والركن اللي هي بتذاكر فيه، وبتتفوق، وكمان بتساعد والدها في الأرض الزراعية. يعني شفنا والدها وهو في الغيط يعني بيقول أهو، يعني في إبهار أكثر من ذلك؟ في أبطال أهم من دول؟ تلاقي لاعب تافه واخد صفر في المونديال وراجع يطلع لسانه للناس إيه يعني، وتلاقي فيه ناس من لا شيء تملك الضجيج والصخب بس والزعيق والصوت العالي تبقى هي المنشتات والعناوين وتتصدر المشهد، لكن دول الأبطال الحقيقيين اللي بيغلبوا قسوة الحياة وظروف المعيشة وحالة رضا تام، ويقبل يد أمه وهو راضي تماما، والبنت بتشتغل مع أبوها في الأرض الزراعية. دول أوائل ثانوية عامة اللي أنا بجيبهم لكم نماذج، وليه سلطت الضوء عليهم؟ لأن تفوقهم لم يكن تفوقا دراسيا فقط، لا، كان تفوقا على قسوة الحياة وعلى شظف العيش وعلى كل المشاكل المعيشية والاقتصادية.
لأنهم كمان بيشتغلوا مع عائلاتهم، بنت أو ولد. الولد الأولاني بيبيع أنابيب، والبنت التانية بتساعد أبوها في الأرض الزراعية زي ما احنا شايفين. يعني أي سعادة أكثر من ذلك؟ شوفوا حالة الرضا. والبنت بتقول لك أنا بقى لا عندي لا سوشيال ميديا ولا عندي تواصل اجتماعي ولا عندي انترنت ولا الكلام ده. هي مركزة في المذاكرة وما عندهاش الإمكانيات اللي تؤهلها، حتى إمكانيات بسيطة يعني، لكن ما عندهاش، جايز ما عندهاش قدرة تجيب آيباد أو انترنت، أي جهاز في البيت عندها، ما عندهاش ده. دي النماذج المبهرة اللي تفوقها كان أكثر من تفوق. في النموذج الثالث بنجيب لكم قصص مختلفة، قصة كفاح.